اول حاجه لازم تعرفها ان اي حاجه هتتكتب قدامك هنا خلاص هتتباعت مباشره، تمام كده؟ فمجرد ما احنا هنخلص السيشن بتاعنا خلاص يا شباب، هيتبعت لكم اي حاجه هتتكتب قدامك هنا على البورد دي اول حاجه، فمش عايزك تشغل بالك خالص بالموضوع ده. ده نمبر 1. نمبر 2 خلاص، ببقى عامل ميوت لمعظم الناس عشان خاطر بس ما يبقاش الموضوع فيه مشاكل اثناء الشرح، وبعد كده بفتح المايك اي حد عنده اي سؤال، يا اما بيكتبه في الشات وانا برد عليه، يا اما بفتح المايك وابدا اشوف اي اسئله ابدا اجاوب عليها ليكم، ما عنديش اي مشكله خالص، تمام؟ ده نمبر 2. تمام، نمبر 3 بقى، تعالى نبدا في منهج البروبابيلتي مع تحذير شديد اللهجه. تمام، منهج البروبابيلتي انا بدرسه في طلاب في جامعه هندسه عين شمس وهندسه النيل وفيوتشر. تمام، المشكله اللي بتواجهني مع معظم الطلاب بالنسبه لماده البروبابيلتي ان الطالب بيفتكر ان البروبابيلتي دي زي ما خدها في الامريكان قبل كده او اخدها في الاي جي، فخد شويه ايه قشور، فبيلاقي القشور دي بالفعل موجوده في الانترودكشن بتاعه الماده، فبيعتقد ان هي دي محتوى الماده، فاول ما بيفتح الماده بيبدا يشوف اول سلايد كده، فيلاقي الموضوع سهل او تو سلايد ولا حاجه، فيلاقي الموضوع بسيط وسهل مفيش مشكله، يقول لك خلاص الماده دي سهله مفيش اي مشكله، ويقفل على كده ويتصدم في اي اكزام سواء ميد تيرم او فاينل اللي هو لا ده الموضوع اكبر من كده ومعقد اكبر من كده. تمام، بلس كمان ان المشكله عندنا احنا هنا ان احنا بنعتمد على الفاينل انسر. تمام، فالدكتور عندك ما عندوش اوبشن للاسف ان هو يديك اي ستيبس. تمام، اي مارك على ستيبس. تمام، فمفيش اي درجات هتاخدها على الستبس مهما حصل، تاكد من الموضوع ده فاينل انسر، وتاكد المعلومه دي من الدكتور بتاعك. تمام، فنصيحه ما تحاولش تترك الماده دي تماما، الماده دي حقيقي هتلاقيها يعني احنا في ويك 3 دلوقتي خلاص بالنسبه لكم، احنا في ويك 3 هتشوف الويك 3 هيبقى عامل ازاي، اول ما ينزل السلايد بتاعت الدكتور هتلاقي بيجري في المنهج بطريقه عاليه جدا، فخد بالك ما تراكمش الماده دي بالذات عليك خلاص كده. نفس الكلام برضه ماده ايه؟ ماده الابلكيشن خلاص، فيا ريت لان الماده الابلكيشن برضه ليها علاقه بالفيزكس وليها علاقه بالستاتكس، فيها جزء فيزكس مع جزء ستاتكس، فيها جزء بروجكت مهم جدا، فيا ريت ما تراكموش المادتين دول بالذات خلاص كده. دي كده كنصيحه مبدئيه. تعالى بقى نبدا نتكلم عن مادتنا النهارده. اول حاجه لازم نعرفها، لازم ناخد كده انتروداكشن عن البروبابيلتي، يعني ايه بروبابيلتي خلاص. لازم نعرف البروبابيلتي يعني ايه. اول حاجه لازم تعرف عن البروبابيلتي هي عباره عن ايه. هو عباره عن راندوم اكسبيرمنت، تمام كده يا شباب. انا عندي مجموعه من الفاليو اللي هستخدمها، الفاليو دي بشكل راندوم قوي خلاص، ممكن انفذ عليها بقى مجموعه من الايه، مجموعه من التجارب بتاعتي كلها لازم تكون راندوم، تمام يا شباب. طيب، وهاخد حاجه اسمها السمبل سبيس، لازم انا اعرف يعني ايه سمبل سبيس، يعني ايه ايفنتس. تمام، تمام، ايه هي الاوبريشن اللي بتتم على الايفنتس، وبعد كده بعض الرول على البروبابيلتي. الكلام ده كله لازم نتعرف عليه خلال شغلنا مع بعض، تمام؟ وان شاء الله اتمنى من ربنا ان انا اكون قادر على ده. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي اسلام جمال، عندي 30 سنه، ماجستير في هندسه عين شمس قسم كهرباء باور، ومعيد في كليه هندسه مودرن اكاديمي، ويشرفني ان انا اكون مواجد معاكم دلوقتي، تمام؟ وفي ناس خدت معايا السمستر اللي فات سواء الماس او الفيزكس، تمام يا شباب؟ يلا نكمل مع بعض. تعالى بقى نبدا البدايه بتاعتي. اول حاجه يا شباب، لو انا هنتكلم عن البروبابيلتي اكسبيرمنت، تمام يا شباب، يعني ايه بروبابيلتي اوف اكسبيرمنت؟ يعني مثلا لو كان عندي الكوين، تمام، الكوين ده يا شباب لو انا بعمل لو انا بدي اعمل توست للبوين للقايل بتاعي، فانا عندي تو اوبشن، لا اما يطلع لي هيد خلاص كده يا شباب، لا اما يطلع لي ايه يا شباب، لا اما يطلع لي تيلز، لا اما هيد، لا اما ايه يا شباب، لا اما تيلز خلاص كده. طيب السؤال هنا بقى، هو انا بعمل توس كم مره، وايه السمبل سبيس اللي ممكن تحصل لي لو انا عملت توس مره او اثنين او ثلاثه؟ تعال نشوف. اول حاجه بنبدا نتعرف عليها في الـ في الراندوم اكسبيرينت، تمام، او في التري بتاعتي استخدامها. التري دي عباره عن ايه؟ عباره عن شجره توقعات حضرتك بتبدا تكونها بناء على، بناء على ايه بقى؟ بناء على عدد التجارب اللي انا هقوم بيها، بمعنى اكتر لو سمحت، بمعنى ان انا لما اجي اعمل توس نمبر 1 هيطلع لي يا اما هيد يا اما تيلز، صح كده؟ فده اوبشن طبيعي جدا ان انا لو عملت توس نمبر 1 يا شباب هيطلع لي يا اما هيد
لا اما ايه يا شباب؟ لا اما تنس. خلاص كده؟ سوري في مشكله في القلم عندي. سوري الماوس. خلاص يا شباب، لا اما هات، لا اما ايه؟ لا اما تنس، تمام؟ طيب التاس نمبر 2 بقى، لو انا جيت اعمل اكسبيرمنت ثانيه برضه هيطلع لي، لو انا يعني بعد ما انا عملت تاس نمبر 1 تمام؟ فطلع لي هيد او تيلز، صح كده يا شباب؟ طيب لو جيت اعمل تاس نمبر 2 بقى، فعندي تو اوبشن، لا اما اعملها بعد ما كانت تطلع لي هيد خلاص، وبعد كده اعمل توس، فاما تطلع لي هيد وتطلع لي تيلز، لا اما هي تيلز اصلا يعني طلعت معايا اول مره نمبر 1 وان ايتم تمام؟ طلعت معايا هيد، فلما اجي اعمل توس نمبر 2 فهيطلع لي يا اما هيد يا اما ايه يا شباب؟ يا اما تيلز، تمام كده؟ طيب لو انا جيت اعمل من الاكسبيرمنت بتاعتي وانا اصلا كنت تيلز من الاول اهو يا شباب، هيطلع لي برضه يا اما هيد يا اما تيلز، فدي كده السكند ايتم، يبقى وان ايتم توس يا شباب طلع معايا هيد وطلع معايا تيلز. طب لو انا جيت في عند في اول مره وقمت عامل برضه توس نمبر 2 تمام كده يا شباب، فالتو الايتم نمبر 2 فيطلع لي اما هيد لا اما ايه؟ لا اما تيلز، خلاص كده ده نمبر 2. طب لو انا طلبت منك السمبل سبيس، يعني ايه سمبل سبيس اصلا؟ السمبل سبيس هي كل الاحتمالات الممكنه اللي ممكن تطلع لي من اول واحده مثلا من وان ايتم، لو استغنينا عن وان ايتم بس خلاص. فالسمبل سبيس بيقوم ليها برمز اس، هي عباره عن ايه يا شباب؟ هي عباره عن هيد خلاص، لا اما يطلع لي هيد لا اما يطلع لي ايه يا شباب؟ لا اما يطلع لي تيلز، دي نمبر 1. طب لو انا عملتها مرتين يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بص كده، لو انا عملتها مرتين هات لي كل السمبل سبيس. خلي بالك في فرق ما بين السمبل سبيس وبروبابيلتي اوف سمبل سبيس، في فرق ما بين ده وفي فرق ما بين ده. طيب تعال نشوف السمبل سبيس في حاله ان انا عملت ايه؟ عملت تو ايتم. اول مره عندي تو اوبشن، بص الاوبشن هيمشي ازاي معايا، خليكم معايا يا شباب كده. اول مره اهو هيد وهيد، لا اما يطلع لي هيد وهيد، دي اول واحده، لا اما يطلع لي هيد وتيلز اهي يا شباب، لا اما يطلع لي تيلز وهيد، لا اما يطلع لي تيلز وتيلز. طبعا لو اي حد فيكم جرب التري دي مستحيل يغلط. في واحد تاني يقول لي انا مش محتاج اعمل التري بتاعتك دي خالص، انا ممكن اتوقع يا اما هيد وهيد، لا اما تيلز وتيلز، لا اما هيد وتيلز، لا اما تيلز وهيد. صح، وهي دي عيب البروبابيلتي، ان هي اوبن قوي، اوبن جدا، يعني انا اقدر احل بكذا طريقه مفيش اي مشكله عندي خالص، تمام؟ وبالتالي لازم اعرف انا ايه الرينج اللي بيحكمني في البروبابيلتي. فهاو فرينج تو بروبابيلتي، الحته دي مهمه جدا، لو ادركتها انت عمرك ما هتقع في اي مشكله في الماده دي، بالعكس ده انت لو اخطات في حل اي مساله هتعرف انك بتخطئ في حل المساله وانت شغال، تمام كده؟ فتاني هنا كونت التري بتاعتي، ودي سهله جدا طبعا في حاله ان انا عندي تو ايتم. طب لو انا عندي بقى 3 ايتم الموضوع هيبقى سهل ولا صعب؟ تعال نجرب الكلام ده على اكزامبل عندكم في الشيت، اكزامبل سهل ما فيش مشكله خالص. بيقول لي ان انا عايز استخدم 3 مرات 3 ايتمز تمام، في حاله ان انا عندي ديفولت او نون ديفولت. خلاص كده انا عندي اي منتج معين، وانا عندي في جزء منه ديفولت وفي جزء منه ايه؟ نون ديفولت يا شباب، تمام؟ فانا عندي واحد ديفولت واحد نون ديفولت، فاول مره ديفولت وتاني مره نون ايه؟ نون ديفولت. طب تاني مره بقى ايه اللي هيحصل؟ تاني مره من الديفولت هيطلع لي واحده كده واحده ثانيه كده اهي خلاص، ونفس الكلام هيطلع لي من نون ديفولت. ابدا املاها بقى، يلا تعال نشوف، هيطلع لي كمان هنا ايه؟ ديفولت، وهنا ايه يا شباب؟ وهنا نون ديفولت، تمام كده؟ اللي بعدها هنا ديفولت، وهنا ايه يا شباب؟ وهنا نون. طب خلصت؟ لا، انا عايز 3 ايتم، المساله عندكم في الشيت طلب منك 3 ايتم. طيب 3 ايتم يبقى ازاي بقى؟ نفس الكلام، هاجي من هنا اعمل 2 كمان، واجي من نون ديفولت بنفس الكلام اعمل 2، ونفس الكلام من هنا، ونفس الكلام من هنا. ليه بقى يا باشمهندس؟ هقول لك ليه. اول مره كان عندي دي او ان، ديفولت او نون ديفولت خلاص. تاني مره عملتها فطلع لي ايه؟ يا اما هعملها من ديفولت فيطلع لي ديفولت ونون ديفولت،
لا اما اعملها من نون ديفولت فيطلع لي ديفولت ونون ايه يا شباب؟ ونون ديفولت. طب تالت مره بقى لما اجي اعملها هنا من الديفولت هنا ممكن اعملها من الديفولت فيطلع لي ديفولت ونون ديفولت، لا اما اعملها من نون ديفولت فيطلع لي ديفولت ونون ديفولت، وهنا من الديفولت ديفولت برضه نون ديفولت. كل واحده يطلع منها احتمالين، لازم كل واحده يا شباب يطلع منها احتمالين. طبعا السامبل سبيس هتبقى كبيره شويه لكن مساله عندكم في الشيت وارد جدا تجي لك في الامتحان، تمام؟ وهي جت اصلا في جامعه النيل. سمبل سبيس هي عباره عن ايه بقى؟ تعال نشوف. انا هعملها كم مره؟ 3 ايتمز. خلي بالك هو طلب منك ثلاث مرات، خلي بالك من الجمله دي، ثلاث مرات، تمام؟ فاول مره ايه اللي هيحصل؟ لا اما ديفولت وديفولت وديفولت، لا اما ديفولت وديفولت وبعد كده نان، لا اما خلاص دي خلصتها، لا اما ديفولت ونان وديفولت، لا اما ديفولت ونان ونان، لا اما نان وديفولت وديفولت، لا اما نان وديفولت ونان، لا اما نان نان ديفولت، لا اما نان نان نان. تمام كده يا شباب؟ ممكن تكون طويله لكن انا اتحداك انك تعمل التوي وتغلط فيها، مستحيل مستحيل. لكن لو قعدت تتوقع في الامتحان وقعدت تعملها كده من غير الشجره دي يا شباب ممكن يحصل خطا، وده وارد جدا. يبقى اول واحده بص تعالى نمشي كده على المسارات اللي احنا عملناها، دي دي دي، الثانيه دي ودي وان، الثالثه دي ان دي، دي ان ان. الناس اللي لسه داخله ما تقلقوش خالص، تاني الناس اللي لسه داخله ما تقلقوش، تمام؟ يلا نكمل. دي اخر واحده دي ان ان، وبعد كده هناخد تحت اللي هو ان دي دي، ان دي دي، وبعد كده ان دي ان اللي هي دي يا شباب، انا ماشي في المسار ده اللي مش واخد باله، وبعدين ان ان دي وان ان ان. خلاص دي كده يا شباب اسمها ايه بقى؟ دي كده اسمها السمبل سبيس للاكسبيرمنت. يبقى تاني دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها السمبل سبيس للاكسبيرمنت. خلاص كده يا شباب دي كده ممكن يكون اكبر مثال يجي لك. طبعا قيس على كده بقى ان هو يستخدم معاك الالوان، يقول لك ريد ويلو بلو مثلا، تمام؟ ويبدا يقول لك ان انا سحبت ثلاث مرات، فالتوقعات اللي عندك قول كل السمبل سبيس باستخدام اي ميزه تعجبك، مفيش مشكله. هو هنا ما بيحكمكش بميزه معينه. ده كده انترودكشن، خلي بالك. والانترودكشن دي عليها مسائل في الامتحان. يبقى الانترودكشن دي مش مجرد انترودكشن، لا، دي ليها مسائل في الامتحان عندك، تمام؟ في موجود عندكم في الشيت. ده كده كديفينيشن للبروبابيلتي. خلاص كده يا شباب استخدمنا، عرفنا يعني ايه كاين وعرفنا يعني ايه. طبعا نفس الكلام من اشهر الحاجات الحجر بتاعي اللي هو حجر الزهر او السندي. خلاص يا شباب طبعا انتوا عارفين ان هو ليه كام وش؟ ليه ست اوجه، ليه ست اوجه. خلاص فلو انا رميت اول مره توس نمبر 1 هيطلع لي من 1 لحد 6، انا مش متوقع ايه اللي ممكن يحصل من 1 لحد 6. نفس الكلام توس نمبر 2 من 1 لحد ايه؟ من 1 برضه لحد ايه يا شباب؟ لحد 6. فده طبعا ما فيش مشكله، نفس الكلام اللي احنا مشيناه هنا هو اللي مشيناه هنا، ولكن بس العيب شويه في ان هو كتير شويه. يعني تعالى اوريك الاكزامبل كده سريعا اهو، بص كده يا شباب ده الاكزامبل، تمام؟ سوري ده بتاع الكاين اهو يا شباب. خلاص طب فيرست نمبر 1 توسنج نمبر 1 توسنج سكند دوس على حسب انا استخدمته كم مره، لكن هو مستحيل يعديك عن 2 ايتم، يعني هما اخرك قوي 2 ايتم يا شباب، تمام؟ اول مره يطلع لي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 خلاص، وتاني مره نفس الكلام من 1 هيطلع لي من 1 ل 6، ومن 2 يطلع لي من 2 من 1 ل 6، ومن 3 من 1 وهكذا وهكذا وهكذا. تبدا بقى تعمل السمبل سبيس ان هو يطلع 1 1 1 و 2 1 و 3 1 4 1 5 1 6، وبعد كده 6 2 1 و 2 2 ولغايه 6 برضه، وكذلك ال 3 وكذلك ال 4 وكذلك ال 5 وكذلك ال 6. خلاص يا شباب؟ طبعا هي ممكن تكون طويله شويه، ولكن لو الدكتور حب يجيبها في الامتحان بيبقى الموضوع صراحه يعني سخيف شويه، ولكن في ساعات الدكتور للاسف بيبقى انا عايز اجيب دي، خلاص هيجيبها ما فيش اي مشكله خالص، تمام؟ طيب
ده كده انا بتكلم عن ايه يا شباب؟ بتكلم عن طريقه انا بحسب بيها كل البروبابيلتي بتاعتي، ولكن مش بالايكويشن. انا لغايه دلوقتي ما دخلتش الايكويشن خالص، خد بالك. انا كل دي توقعات، هو كلها بالاكسبيرمنت. فده انا اول ايتم عندي كنت بتكلم معاك فيه، خلاص. تاني ايتم بقى، تاني ايتم بتكلم معاك فيها اللي هي مين، اللي هي انا عايز اعرف ايه هي الاوبريشنز اللي بتتم مع الايفنت، وايه هي الايفنتس اصلا، يعني ايه ايفنتس، خلاص، ويعني ايه اوبريشن اللي بتتم على الايفنتس. طيب يعني ايه ايفنت يا شباب؟ يعني انا لو عندي مثلا سمبل سبيس، خلاص، عباره عن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، خلاص كده، من 1 لحد 6، دي كده السمبل سبيس بتاعتي، خلاص. في السمبل سبيس دي مطالب مني ان انا اعرف خلال السمبل سبيس، تمام، انا عندي 2 جروب الاول عشان نعقد الموضوع شويه، هنا 2 و 3 و 5، وعندي جروب نمبر بي هو عباره عن 1 و 4 و 6. فانا عندي 2 جروبز هنا يا شباب، جروب نمبر 1 وجروب نمبر 2، تمام. مطلوب مني ان انا اوجد ده كده الجروب الاولاني وده الجروب الثاني. طب السؤال هنا بقى، لو انا حبيت امثل الجروبز دي، خلاص، في هيئه ايفنت صغيره كده، هتعرف دي ايه عباره عن ايه بالظبط. دي خلي بالك بتطلب منك رسمها، تمام، هقول لك ايه هي وعباره عن ايه وتمثل ايه وكل حاجه، خلاص. وده جروب نمبر 2، ده جروب نمبر 1 وده جروب نمبر 2، ودي كده اسمها السمبل سبيس. يعني ايه السمبل سبيس؟ قال لي التوتال سمبل سبيس، كل السمبل سبيس اللي عندك هنا، خلاص، اللي هي من 1 لحد 6، خلاص. فممكن اصلا يعني ممكن هنا، ودي مساله عندكم في الشيت، يبقى عندي هنا 7 وعندي 8، دي من عندي انا، خلاص، عشان هو واصل معاك لغايه 7 بس. طيب جروب A، لو جينا عند جروب A، تعالى جوه كده نعمل جروب A مع بعض، تمام يا شباب. جروب A عباره عن 2 و 3 و 5. طب جروب B عباره عن 1 و 4 و 6، خلاص كده. طيب في حاجه ثانيه فاضله، السمبل سبيس بتاعتي دي كده اسمها السمبل سبيس، خلاص كده، عباره عن ايه؟ هي فيها كل حاجه، بس طبعا اللي مش موجود في التو جروبس هنا هتكون موجوده بره، اللي هي مين؟ 7 و 8. يبقى السمبل سبيس يا شباب دول كده التو ايفنتس بتاعتي، خلاص، اللي مش موجودين في جروب نمبر 1 وجروب نمبر 2 او جروب A وجروب B، خلاص كده. طيب دي كده السمبل سبيس كلها، وده جروب A وده جروب B. مطلوب منك بقى شويه تفاصيل في جروب A وجروب B دي. لو انا حبيت يعني ازود عليك العمليه شويه، فهبدا العب في جروب A وجروب B واسالك شويه اسئله. زي ايه؟ زي ان انا اجي في جروب A دي يا شباب هنا واقول لك العب في ده والعب في ده كده، خلاص، وطبعا هبدا اعدل ده جوه هنا، طبعا ده كله هيتشال خلاص، وابدا اسالك شويه اسئله. الاسئله الاولانيه، جروب رقم A دلوقتي بقى عباره عن 2 و3 و5، وجروب B 2 3 6، خلاص. فانا هبدا اعمل ايه بقى؟ ابدا اسالك، قول لي ايه انترسكشن B؟ ركز معايا في الكلام ده برضو، خلي بالك لما يسالك ايه انترسكشن B، دي نوت ايكوال خالص probability of A انترسكشن B يا شباب، دي غير دي خالص. فلو سمحت ركز، هو عايز ايه بالظبط، تمام؟ هو عايز منك الـ A intersection B بس، وطلب منك ترسم الرسمه بتاعتي، مفيش مشكله، خلاص. لكن لما اقول لك probability of، ده مطلوب تاني خالص، تمام. طيب اول حاجه الـ A intersection B، خلاص، السمبل سبيس بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره من 1 لحد 8، خلاص، وجروب A 2 و 3 و 5 نفس الكلام. طبعا intersection يعني ايه intersection؟ وخلي بالك الانترسكشن دي في مسائل لفظيه بتيجي في الامتحان، والطالب ما يعرفش الانترسكشن دي تمثل ايه من الاوبريشن، وتمثل ايه كمان من المسائل اللفظيه بتاعت اللي ما بتجي. اولا لو انتوا فيكم حد فيكم خد حاجه اسمها اللوجيك جيت، في الجيتس عندي في جيت اسمها الاند، خلاص، وهي بتعمل عمليه مالتيبليكيشن، الاند وبتعمل عمليه مالتيبليكيشن، خلاص. احنا هنا عندنا ان الانترسكشن دي يا شباب لما يجي يقول لك A انترسكشن B، هي بالظبط لما يجي يقول لك A
كلاس البي، معلومة دي مهمة جدا، هي هي بالظبط لما اجي اقول لك A and B، لما اجي اقول لك A and B دي معناها intersection. الحاجات دي لو الطالب ما يعرفهاش للاسف بيقع في المساله وما يعرفش يتكلم عليها اصلا. تمام، يبقى ايه intersection B؟ هي هي A multiply B أو times B، او هي هي A and B. خلاص، ال دي او دي او دي الاثنين معناهم كلهم معناهم intersection. طيب اجيب ازاي الانترسكشن لو عايز ارسمها؟ خلاص، وطبعا في بالرسم وفي بالايكويشن، احنا لسه ما دخلناش على مرحله الايكويشن. تمام، اول حاجه ادي ايه، ثاني حاجه بي بالمنظر ده اهي، وبعدين ابدا احط جروب اي ده يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن، تعالى نغير اللون، عباره عن 5 2 3 و5. طب يا 2 3 دي موجودين فين كمان؟ في جروب بي، فانا هكتب هنا ال2 وال3 عشان ده هو الانترسكشن بتاعي، وبالنسبه لل5 هتبقى هنا، وبالنسبه لل6 هتبقى هنا، وبالنسبه للسامبل سبيس هكتب فيها كل حاجه مش موجوده في جروب A وجروب B. زي مين يا شباب؟ زي 1، زي 4، زي 7، زي 8. خلاص كده، يبقى ده السامبل سبيس وده جروب A وده جروب مين يا شباب؟ B. لو ما رسمتش الرسمه دي زي ما انا رسمها كده هيحصل مشكله، في عندك اسئله في السلايد، الدكتور طلب منك انك ترسم، وفي اسئله في الديتوريال كمان، الديتوريال شيت موجود فيها، ودي هنحلها مع بعض ان شاء الله. تمام كده، خلاص ده كده جروب A وده كده جروب A يا شباب B، ودي كده الانترسكشن، دي اول حاجه. تمام كده، اتمنى تكون مفهومه بالنسبه لكم. خلاص، تعال نخش بقى على حاجه ثانيه. هاجي اطلب منك A يونيون B. يعني ايه يونيون؟ يونيون يا شباب يعني اتحاد، اتحاد A وB مع بعض. خلي بالك من الجمله دي، يعني ايه A يونيون B؟ خلاص، بيجي لك كده او يجي يقول لك ساعات A اول B. برضه اللي يعرف الاول جيت، يعني ايه اول جيت؟ هي بوابه بتعمل عمليه اديشن. تمام، فلو جه قال لك A يونيون B او A اول B او قال لك A بلس B، كل دول معناهم يونيون. كل دول يا شباب معناهم ايه؟ معناهم اليونيون. طب ايه هي اليونيون؟ كل اللي في A وB مع بعض من غير تكرار. وخلي بالك في جزء هناخد فيه ايكويشن، هنعرف ان A يونيون B هي عباره عن A بلس B ماينس الانترسكشن، وهتفهم جت منين برضه. تمام، يبقى A يونيون B هي عباره عن A يونيون B عباره عن اللي في A وB مع بعض من غير تكرار. طب تعالى نبص كده، 2 و3 و5، هاجي هنا الاقي 2 و3، هل اكتبهم تاني؟ لا، هكتب ايه؟ 6. فلو جيت قلت لك هات لي A يونيون B هيبقى عباره عن 2 و3 و6، دي كده اسمها A يونيون B. تمام كده؟ ده كلام سهل جدا. طب كايكويشن بقى بالمره، تعال اقول لك كايكويشن بتتعمل ازاي. هي عباره عن، هي عباره عن probability of A plus probability of B، هنعرف يعني ايه probability ما تقلقش، minus probability of intersection A intersection B. طب معلش جت منين دي بقى؟ ركز معايا كده هقول لك. بص، هو يعني ايه A وB؟ يعني ايه اصلا يونيون؟ قلت لي يونيون ده كل اللي في A وكل اللي في B بس من غير تكرار. فلما اجي اخد كل اللي في A يا شباب، ادي ايه كلها اهي، دي كل الايه. لما اجي اخد كل البي، ادي كل البي اهي. بص بص ايه اللي هيحصل هنا، شايف؟ هتلاقيني خدت الارقام دي كده تاني، ما انا اوريدي خدتها. فاحنا قلنا الاي يونيون بي من غير تكرار، فعشان اشيل التكرار هقول ماينس الاي انترسكشن بي، يعني الارقام اللي حصل بينهم انترسكشن اللي هي الاثنين والثلاثه. فلما يتشالوا، طبعا هنا لو عايز اجيب الاي انترسكشن بي هيبقى عباره عن اثنين وثلاثه، فلما اشيل الاثنين والثلاثه ايه اللي يحصل؟ هيبقى اول واحده اللي هي 2 و3 و6. خلاص، فيبقى بي اوف A بلس بي اوف B ماينس الA انترسكشن B. هنفهم طبعا مع بعض ما تقلقوش الايكويشن دي، بس انا قلت اقولها لكم من دلوقتي كمجرد بس عشان ما حدش يفضل قاعد. طب يعني كايكويشن دي عباره عن ايه؟ اديني برضه بمهد لك موضوع الايكويشن وهعرفك طبعا يعني ايه probability. طيب السؤال هنا بقى، انت طبعا احنا خدنا الانترسكشن وخدنا اليونيون، طيب ايه بقى بعض الحاجات اللي الدكتور مديها لك؟ طبعا A سبستراكت B. يعني ايه A سبستراكت B؟ يعني ال A بتاعتي زي ما هي بس بعد ما اشيل منها ال B. طب اسالك سؤال، ال A بتاعتي عباره عن ايه؟ 2 و3 و5. لو انا شلت منها ال B، ال B بتاعتي هي 2 و3، فلما اشيلهم من ايه هيبقى لي كام؟ هيبقى لي الخمسه. خلي بالك من الحته دي،
اللي مش فاهم تعالى نعمل العكس، بي سبستراكت الاي، خلاص ادي البي، البي اللي هي 2 و3 و6، لما اماينس منها الاي فيشيل ال 2 وال3 يبقى لي مين يا شباب؟ هيبقى لي ال 6. دي كده اي سبستراكت بي وبي سبستراكت الاي، خلاص كده يا شباب. طيب كده طبعا لسه في اكويشنز ثانيه، في افكار ثانيه بتيجي عندنا في المسائل هتشوفها مع بعض، لكن خلي بالك من جزء مهم ناوي ابدا بيه، هقول لكم افكار ازيد ان شاء الله من السيشن اللي جاي. خلاص تعالى نشوف بقى يعني ايه بروبابيلتي. دي بقى الحته المهمه قوي، خلاص ركز في دي قوي. لو عندي سمبل سبيس هي عباره عن 1 و2 و3 4 اهي، دي كده كل السمبل سبيس بتاعتي. وجيت قلت لك ان ايه بس زي ما احنا كنا عاملين من شويه، هي عباره عن 2 و3 و5 والبي بتاعتي عباره عن 1 و4 و6. يلا يا شباب مطلوب مني اعمل ايه بقى؟ مطلوب من حضرتك ركز معايا بقى، عايز البروبابيلتي اوف ايه؟ بص بقى القانون بتاعي او الرول بتاعتي اللي انا هستخدمها، خلاص لو عايز بروبابيلتي تمام لاي ايفنت تمام اوف اني ايفنت ايا كان اي بي سي ايا كان ايه هو، هو عباره عن ايه يا شباب؟ هو عباره عن النمبر اوف ايفنت، النمبر اوف ايفنت بتاعتي اوفر مين يا شباب؟ اوفر السمبل سبيس، خلاص كده يا شباب. اوفر الايه يا شباب؟ السمبل سبيس، خلاص كده. طيب تعالى نشوف كده النمبر هنا بتاعي، النمبر اوف ايفن هنا كام؟ وان وتو وثري اهي، يبقى 3. انا بعد الارقام بس 3 اوفر كام بقى؟ اوفر السمبل سبيس كلها اللي هي من 1 لحد 6 يبقى 6. يعني النمبر اوف ايفن هنا كان 3 والنمبر هنا بتاع السبيس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن 6. طب لو انا شلت دي بالمره عشان ما حدش يعني يكون برضه في اختلاف شويه، وجيت قلت لك هات لي البروبابيلتي اوف بي هي عباره عن ايه؟ نمبر اوف ايفنز بي اوفر السامبل سبيس هي عباره عن 2 اوفر 6. طبعا في سمبليفاي بسيط اللي هو تبقى عباره عن 3 1 هيبقى 3 2 يديني 1 اوفر 2 اللي هي 0.5 يعني تمام؟ لا الدكتور بيحب على فكره السمبليفاي، يعني مش بمزاجك تعمل سمبليفاي او لا، صدقني هتحتاج السمبليفاي جدا تمام؟ هنا برضه 1 اوفر 3 هيديني ايه؟ هيديني 1 اوفر 3. ده كده يا شباب probability of A ودي probability of A of B، خلاص؟ فابدا بناء على A وB ابدا اعمل شويه اوبريشنز ثانيه، زي ان هو يطلب منك الانترسكشن، يطلب منك اليونيون، يطلب منك السبستراكت، الحاجات دي مهمه جدا. خلي بالك بقى ساعات بيعمل العكس، اللي هو ازاي بقى؟ ساعات بيجي في المسائل بيديك البروبابيلتي لايه، ودي بقى المسائل المهمه قوي بقى، دي المسائل اللي بتيجي في الامتحان فعلا، يقول لك مثلا دي 0.5 خلاص كده، ويجي يسالك يقول لك هات لي بقى مثلا البي اوف اي، ازاي اديك الانترسكشن مثلا وتجيب لي منه حدث معين او ايفنتس معينه، خلاص كده يا شباب. دي مهمه جدا، من اخطر المسائل اللي ممكن تجي لك هي المساله دي، خلاص ودي هنحلها مع بعض ما تقلقوش تمام. طيب ايه كمان؟ ركز بقى معايا، في شويه ايه يعني شويه حاجات لازم تكير منها ما تحصلش تماما ان مفيش حاجه اسمها probability لاني ايفن ايكوال نيجاتيف، مستحيل اي probability تبقى بالنيجاتيف، مستحيل، مفيش حاجه اسمها probability بالنيجاتيف اصلا، ده نمبر 1. نمبر 2 ان السامبل سبيس probability of sample space لازم تبقى equal 1. المعلومه دي مهمه جدا. probability of sample space equal 1، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مثلا ايفنت A وايفنت B وايفنت C وايفنت D ايا كان، كل الايفنتس دي كلها مجموع او توتال اوف probability بتاعتها equal 1، لو ده ما حصلش اعرف ان انت عملت حاجه، عملت مشكله. هقول لك ده معناه ايه دلوقتي. ولو عندي اي ايفنتس ايا كان ايه هي، خلاص لازم يكون البروبابيلتي بتاعها greater than or equal 0 وless than or equal 1، يعني لازم تكون ما بين ال 0 وال 1، ممكن تبقى 0 ممكن تبقى 1 ممكن ما فيش مشكله، ممكن تبقى هي السامبل سبيس عادي، ممكن يبقى هو الحدث الوحيد اللي موجود عادي جدا تمام. فلكن هي ما بين ال 0
ما بين ال 1 او يا اما 0 يا اما 1، تمام؟ يعني ممكن تبقى 0.2 0.3 0.4، لكن هل في حد ممكن يطلع لي ايفنتس معينه ب 2.5؟ لو عملت كده للدكتور انت بتثبت له انت ما تعرفش حاجه اسمها بروبابيلتي اساسا، وانا اسف ليك لو ده 0 يبقى انت ما تزعلش خالص من انت عملت انك عملت كارثه، خلاص؟ يبقى اول حاجه لازم انت تعرفها ان اكبر حاجه عندك هي السامبل سبيس، واكبر رقم عندي هو ال 1. مستحيل يبقى السامبل سبيس بتاعتي اكبر من واحد، مستحيل، خلاص كده؟ ده السامبل سبيس بتاعتي، خلاص كده؟ ولازم تبقى ايكوال واحد، ده مش مزاجك، ده لازم يحصل. يعني انا لو جيت قلت لك مثلا انا عندي ايفن اي وبي ايا كان، واي مثلا عندي 3 ايفنز، خلاص؟ لازم تعرف ان التوتال ده لو جمعتهم على بعض لازم يبقى ايكوال 1، يعني ايكوال السامبل سبيس. لو عملت غير كده للاسف انت خطأ تماما، يبقى نوت نيجاتيف، مفيش حاجه اسمها بالنيجاتيف. السامبل سبيس بتاعتي لازم تبقى ايكوال 1، الاي اي ايفنتس بروبابيلتي اوف ايفنتس معينه لازم تكون ما بين الزيرو وما بين ال1، تمام كده يا شباب؟ ده البدايه بتاعتي، خلاص كده؟ طبعا المسائل بتاعتي هوريكم بعض المسائل القويه جدا واللي افكارها هتكون مهمه بالنسبه لكم، خلاص؟ ونشوف يعني ايه قاعده دي مورجان، ويعني ايه ديستريبيوشن لو. في حاجه اسمها دي مورجانز لو، وفي حاجه اسمها ديستريبيوشن لو لازم نتعرف عليها. لكن تعالى بس الاول اديك حاجه كده عشان تقدر ان انت تثبت اللي احنا قلناه ده وتكمل عليه. تعالى نشوف كده، هوريك الاكزامبل، اكزامبل من الفاينل، هديك اكزامبل من الفاينل، تمام كده يا شباب؟ وهوريك الاستاذ بيجيب لك المسائل ازاي، ومستوى المسائل في الامتحان بتبقى عامله ازاي، خلاص كده؟ المساله اللي هصيرها قدامكم دي مساله فاينل، جت لزمايلكم السنه اللي فاتت، خلاص؟ قال لك الاكزامبل ده عباره عن عندي تو ايفنتس اي اند بي، خلاص؟ اي اند بي، تو ايفنتس سمبل سبيس بتاعتي اكسبيرمنت اللي هستخدمها. قال لك الاي انترسكشن بي ريسبكت، هنعرف يعني ايه ريسبكت، حاضر ما تقلقش، لو انت قلقان ما تقلقش خالص، موضوع الريسبكت ده هفهمك يعني ايه ريسبكت. قال لي البي سبستراكت الاي اوف كذا، يعني هو مديك البروبابيلتي مش مديك الايفنتس اصلا، مديك البروبابيلتي وطالب منك تجيب له الايه؟ الايفنتس. بص كده، وقال لي هات لي الاي ريسبكت انترسكشن البي ريسبكت، هقول لك يعني ايه ريسبكت دلوقتي حالا، خلاص؟ قال لك فايند الاي والبي والانترسكشن العادي خالص مش الايه؟ الريسبكت. طب تعالى نشوف كده هنقدر نعمل الكلام ده ازاي، او نقدر نحل المساله دي ازاي. دي مساله الفاينل، ده مبدئيا بقول لحضرتك ركز عشان دي محتوى مسائل اللي بتيجي في الفاينل، مش المحتوى اللي بيجي لك في السلايد خالص. شوف كده، افتح الديتوريال وافتح الفيديو بتاع الديتوريال، تلاقي فيه افكار في الفاينل. افتح الديتوريال نفسها لو لقيت نفسك بتحلها كلها، دي ان شاء الله تكون افكار الفاينل. افتح الكويز، خلاص؟ افتكوا يا شباب انا اسف اللي حصل في السمستر اللي فات، وكنت بنبه زمايلكم عليه سواء في الماس او في الفيزكس، ان للاسف الدكتور كان بيدي افكار في السلايد سهله جدا، ويجي في الديتوريال وفي الامتحان اللي كان بيديه لكم في الاخر اللي نزله، وكان في افكار مختلفه تماما، وده اللي كنت بنبه عليه، تمام؟ نصيحه يعني اتعلم من اللي حصل السمستر الاولاني في انك تتفاداه ان شاء الله السمستر ده، تمام كده؟ طيب تعال نشوف كده الاول الحته اللي انا ما قلتها لكش، يعني ايه ريسبكت؟ الحته دي مهمه جدا، يعني ايه ريسبكت؟ لما اجي اقول لك ريسبكت الايه، خلي بالك عشان ده ليه رمزين. ريسبكت الايه دي ممكن يقول لك هات لي البي نوت بحاجه اسمها النوت جيت، يعني اللي خد منكم لوجيك جيت، حاجه اسمها النوت جيت، يعني دي عباره عن ايه؟ يعني ايه النفي؟ بص احفظ الجملتين دول عشان عمرك ما تنساهمش ابدا، تمام؟ النفي بيساوي واحد ماينس الاثبات، يعني واحد ناقص البي اوف اي. طب لو انا عايز اجيب، لو انا عايز اجيب البي اوف اي نفسها، دي عباره عن واحد ناقص البي ريسبكت، او واحد ناقص النفي. يعني لو انت عايز تجيب النفي يبقى واحد ناقص الاثبات، لو عايز تجيب الاثبات يبقى واحد ناقص النفي. خلي بالك ان دي هي بالظبط، هي بالظبط النط، يعني دي بتساوي دي، عشان ساعات الدكتور بيجيبها كده وساعات بيجيبها كده، وانت في الامتحان بيبقى مشكلتك انك مش عارف تحدد اصلا السؤال جاي ازاي، تمام كده؟ لحد هنا اعتقد الموضوع لطيف ما فيهوش مشكله. تعالى بقى نكمل
ونحل المسألة بتاعتنا. أول حاجة قال لحضرتك إن أنا عندي probability of B minus A. طب تبعت لي على الواتساب ليه؟ ممكن تبعت لي هنا. طيب مفيش مشكلة. واحد بيقول لي طب يا دكتور معلش ممكن قبل ما تحل الاكزامبل تكتب كل الايكويشنز مع بعض عشان نبدأ نحل مع حضرتك احنا كمان. عندك حق طبعا، انت بابا عليك صح ان انا اجمع لكم الرولز كلها مرة واحدة، مفيش مشكلة. طيب هو معلش الميتنج فاضل له 1 مينت بس ويفصل، تمام؟ فانا استأذنكم لو سمحت، كل اللي هتعمله يعني انت دخلت على اللينك لو سمحت ادخل عليه تاني، نفس اللينك اللي جالك هتدوس عليه مره تانيه وتشغل الصوت اول ما تخش، بس ده اللي هطلبه منك. الموضوع يعني على طول يا شباب بعد اذنكم، احنا مش هنقعد ربع ساعه بالظبط وبعد كده خلاص هيبقى الميتنج خلص بتاعنا، تمام كده؟ فلو سمحت المثال اللي جاي مهم ولازم نحله مع بعض، تمام؟ فاول ما تفصل دوس على اللينك بتاع الميتنج وافتح الصوت دايركت اول ما تخش. يلا يا شباب.